صلى الله طيبة الراتبة سريع الدمع ما مسك سيد وأمنا بكم يا أيها المحيي الشريعة ما تتصبر في انتظارك يا أيها المحيي الشريعة فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا قد مزق يا ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده منيعة يا تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع يا ماذا ماذا يهيجك سيدي اليوم جمعة وأول محرم المعزى هو صاحب الزمان ماذا ماذا يهيجك
إن صبرت لوقعة طف الفظيعة أترى يا تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى وويلا أين الصارخون في أول هذا المجلس وحسينا حيث الحسين على الثرى خيل العدايا طحنت ضلوعه يقول إمامنا زين العابدين أنا في خيمتي وأسمع أضلاع أبي الحسين تتكسر والسدر 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 ما ينشال شيلا اي والله ما ينشال شيلا والسدر يا والسدر اخوي اخوي مرض رضى ضلوعه اخوي مرض رضى ضلوعه والصدر والسدر ياهو ياهو الجاب كافوره يا أهو الجاب كافورة والسدر والسدر ومن غسل غريب الغاضرية يا حلات الونة الليلها أجمل ونة هاي أنا وياك شعارنا يا أهو الجاب كافورة اي والله والسدره والسدره ومن غسل غريب الغاضريه من غسل غريب الغايه اول ليله ابويا اول ليله يا بعد أحركك بكلام آخر ها أحركك بكلام آخر وأريد الونة منك ها ما تم يتجدد العهد في كل محرم هذا الكلام اي والله ما تم لولاك الفرض يا حسين لولاك الفرض يا حسين اي والله ما تأم وحق جبدك المنة ثلث اي والله ما تأم لك بقلوبنا منصوب إلك بقلوبنا منصوب مات أيام لذكرك يا غريب الغاضرية يا لذكرك يا غريب الغاية يا غريب بعد أريد منك ونها هذه الونة نوثق بها الليلة أول مجلس ارفع ايدك وصوتك ون وياي يا اللي تناشدني علي من تهمل العين بعد وينهم الشباب سامعين الونة هناك من نقول وينهم الشباب شلون يرفعون صوتهم
صوتك لا تبخل بي على ابو علي، ترى كل نفس وكل صيحة وكل رفعة ايد هاي تتوثق. هاي يقول الامام الصادق سلام الله عليه: نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه عبادة. يلا شباب، يلي تناشدني على من تهمل العاب، اكل البكي والنوح والحسرة على اي. اتمنى قاعد وياك وارفع ايدي واصيح بصوت عالي: يلي تناشدني على من تهمل العام، كل البكي والنوح والحسرة على بارك الله بيك. بعد ارفع صوتك حبا يشهد علي ربي، حبا بقلبي وتظهر طبع دموعي، ويا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوع. ايه حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي، ويا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي. بعد الون ارجوك ونها ابكي عليه بكل صباح وكل مسي، ابكي وساعد بالبكي الزهرة الزكي. المزايا المزايا تندب يا ضحايا الغاضرية، أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب مالوم مالوم، وأدور عز ابن حسين كل يوم. أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب مالوم، وأدور عز ابن حسين كل يوم. أويلي أويلي على ابن المانج مظلوم مظلوم، عطشان من الماي محروم، عطشان من الماي يا محروم. أريدك ترفع ايدك بعد هالمجلس، مجلسك إلك، هاي ليالي انت توثق بيها موقفك. ارفع ايدك واقرا لي عاشوري، اريد احركك اكثر بعدها. انا الوالده والقلب لهفان وادور عزب حسين وين ما كان. انا الوالده يا الله، انا الوالده والقلب لا إلك إلك بعد. والله يا شباب هاي مو ونة عاشور، هاي مو ونة محرم، صدق كذب وينكم. أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لا والله والقلب لهفان ودور عزب نحسين وين ما كان، ودور عزب نحسين وين ما كان. إنا لله وإنا إليه
راجعون. في كل ليلة نقرأ هذه الكلمات ونقرأها بصوت واحد وصوت جماعي. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ثلاثا. اللهم لعنهم جميعا. يا الله الله اللهم آمين. رب العالمين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثلاثنا الصلوات. يحكم هذا الوجود ويحكم هذا الكون بما فيه بما تحته بما فوقه وعن يمينه وعن شماله، يحكم ذلك قانون ومعادلة. هذه المعادلة وهذا القانون لا يشوبه الخلل ولا فيه نقص ولا فيه خطأ أو سهو، لأنه صادر من علم وحكمة ومن عدل ومن غايات ونتائج تظهر للإنسان بمرور الزمن. فما يحكم الكون والكون بأسره خاضع لهذه المعادلة، هذا أولا. الإنسان جزء من هذه المعادلة، قضية في هذه المعادلة، أهم المسائل في هذه المعادلة. الذي قنن والذي أسس والذي دبر جعل القضية بمحاور ثلاث. المحور الأول محور المصدر، وهو الجواب عن السؤال من أين، هذا الذي ذكره الإمام الصادق سلام الله عليه: رحم الله امرؤ عرف من أين. وانت
الآن مو غريب عن الواقع، نسبة كبيرة من البشر يعيشون على الأرض في هذا الكون خاضعين تحت هذه المعادلة التي ذكرناها، وهم لا يعرفون من أين، من أين ما عنده جواب، لا يوجد لديه جواب تام شامل كامل صحيح من أين، ما عنده. تستنطق، تحرك، تشوف سلوكه وفعله يدل على أنه لا يعرف من أين، اللي هو الانتماء ومعرفة المصدر لرؤية ومعيشة المعادلة. راح أعطيك كم مثال وانتقل للمحور الثاني. أنت تشوف الشمس والقمر، هذا إني ما يراد لهن إثبات، وهذه الأشياء واضحة، وقالوا في المنطق والفلسفة توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. يعني أثبت لك وجود الشمس، وجود القمر، ووجود الليل، ووجود النهار، لا، هذه أشياء موجودة محسوسة، أنت تقر بها، تكفيني المؤونة وتختصر لي المسافة في إثبات وجود هذه الأشياء وما يتفرع منها، الليل والنهار، الشمس والقمر، الحر والبرد، الجوع والشبع، وباقي التفاصيل الجزئيات. هذا ضمن المعادلة، ضمن قانون الكون، ما يحكم الكون. لكن المشكلة أن هناك من تاه عليه المصدر. ليش؟ لأن ما تعامل ويا المعادلة بفطرة. ما يحكم الكون مرتبط بفطرة المخلوق. واللعيب على الإنسان، النملة تطلع تندل طريقها، والحشرة أيا كانت، ترى بالعين المجردة أو ترى بالمصادر الأخرى كالمجهر وغيرها، تعرف طريقها. والسمك، بعض الأسماك تولد في مكان وتفقس البيوض، تهاجر إلى موطنها الأصلي، هم تعرف طريقها. والإنسان لا يعرف طريقها، كيف تصح تلك المعادلة؟ المخلوقات الأدنى مستواها الفكري والتعقلي، المخلوقات اللي هي أدنى مرتبة من الإنسان، تعرف طريقها وتندل طريقها وتعرف أمورها بالفطرة. خلق كل شيء ثم هدى، كل شيء معروف عندها. والإنسان اللي هو بالتعقل عرف وبالمعرفة تصف، لا يعرف طريقة، المعادلة ما مقبولة، مرفوضة هذه المعادلة. إذن الانتماء لهذا القانون والخضوع لهذه المعادلة يحقق لهذا الأمر، هي معرفة المصدر والجواب عن السؤال من أين، من أين، كما قال إمامنا الصادق سلام الله. هذا المحور الأول، معرفة المصدر، اللي آلاف الآيات القرآنية تفصل الخلقة ومصدر الخلقة منه، الله عز وجل، حتى ما يتيح عليك المصدر، لأن هذا ينسجم مع الفطرة، ينسجم مع المبدأ الفطري. طير نسميه بالعرف لقلق، اسمه بجع، شوف شنو اسمه، يهاجر من قارة إلى قارة. ثم تركبون الطيارة، خطأ بسيط في سلوك ومسار الطائرة مشكلة، مشكلة تصير في السماء ومشكلة في الأرض تصير. خطأ بسيط يكلف الطيار والطائرة ويكلف المطار ويكلف الركاب، خطأ بسيط ضمن معادلة يمشي في إقلاعه وهبوطه في كل حركات. طائر يطير من قارة إلى قارة، يقطع مسافة آلاف
الكيلومترات، آلاف كيلومترات، لا يخطأ أبدا ولا يتأخر ولا يتراجع، ويعرف أين ينزل وأين يستريح. الترانزيت مالته يعرفه وين، وكأن القضية مهندسة مخططة ضمن تخطيط عميق. تعرف ليش؟ لأنه يعرف من أين، وأخذ حصته من المعرفة والتوجه، أخذ مقداره، أخذ هدايته. على موضوعنا الليلة، أخذ حصته من الهداية. هذا مختصر المحور الأول. الطير وكل المخلوقات الأخرى أخذت حصتها والدفعة الكافية من الهداية، فلذلك مسار صحيح وانطلاقته صحيح وقطع للمسافة صحيح. المصدر من أين؟ أنه يخضع لهذه المعادلة أول. اثنين، المحور الآخر، العقل يفرض. العقل يفرض إذا هذا الكون خاضع لمعادلة وأنا الإنسان جزء من هذه المعادلة، شنو السبب وشنو الهدف من هذا الوجود ومن هذه الخلقة ومن هذا التكوين؟ اللي قال عنا الإمام الصادق سلام الله عليه في محور آخر، إضافة إلى من أين، رحم الله امرؤ عرف من أين وفي أين. ليش؟ هاي ليل ونهار وتنتهي القصة، جوع وشبع وتنتهي القصة، مرض وعافية وينتهي الأمر، شمس وقمر وليل ونهار. لا، لنقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في اختلاف الليل والنهار. شوف، في اختلاف الليل والنهار، يعني هذا اللي تعيشه أنت واقع الحال. في اختلاف الليل والنهار لآيات، ما ممكن هذا اللي تشوفه وتحسه وتستشعره فراغ عبث أبدا، لا، ما دام صدر من علم إذن يخضع للحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وذكرت من صفات الله تبارك وتعالى في علم العقائد أن الله يفعل ما ينبغي له ولا يفعل ما لا ينبغي له. هاي أضرب لك إياها بمثال اجتماعي واقعي. أنت إنسان إلك صفاتك وسماتك، بس تخرج عن حدود الإنسانية بعد ما تتوصف بالإنسان، لأنك راح تسوي شنو، تفعل ما لا ينبغي لك، خالف إنسانيتك، خالف فطرتك، خالف عقلك، خالف دينك، خالف المبدأ والخلق، ما راح تنوصف بالوصف الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإمام الصادق سلام الله عليه يقول المحور الثاني اللي تكشف هاي المعادلة اللي نعيش بها أنا وياك، رحم الله امرؤ من أين وفي أين. تدري إذا عرفت في أين يعني شنو، هاي الصلاة راح تحترمها احترام كبير، لأن أنا وياك عندنا مشكلة، كثير من عندنا ما يحترم الصلاة، ما يعطيها قيمتها اللي تأسست عليها. البعض يسميه التزام وحركة ميكانيكية، لكن شوف النبي صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات بأعلى الأصوات، يقول الصلاة عمود الدين، إن قبلت وإن ردت، رد وما سوى، انطاها قيمة. الصلاة معراج المؤمن،
الآن شنو معراج الإنسان اليوم؟ خلي نحطه بالميزان. معراجه شنو؟ يروح ساعات يسرح بعيد، يسرح بعيد ساعات لا يشعر بالوقت. هذا الوقت اللي هو جزء من عمره ما يشعر به، ساعات تلقى غارق في قضية لا قيمة لها. ساعات ساعات يغرق في الوقت ويروح هدر. ومن أسماء يوم القيامة اسم يوم الحسرة، لأن يتحسر من ضيع الوقت، من ضيع العمر. نسب إلى أمير المؤمنين هذا الكلام: إذا عاش المرء 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، يعني نوم، ونصف النصف يمشي ولا يعرف يمينا عن شمالي، وما بقى من العمر هم وغم وانشغال في العيال. اسألوا آباءكم، هذا شعور حقيقي. اسألوا آباءكم وأجدادكم، يقول لك هذا الكلام مطابق للواقع. فرحم الله امرؤ عرف من أين مصدر المعادلة اللي تحكمني وتحكمك، وفي أين لما، حتى يحترم الصلاة ويحترم الصوم ويحترم الحلال والحرام، يقيم القانون. لأن الخلق الشمس والقمر والليل والنهار هو نفس اللي قنن الصلاة ووجب الصوم وحلل الحلال وحرم الحرام، هو نفس اللي خلق الشمس وانطاها هاي الحركة الكونية، هو نفس اللي أمرك بهالحركة وهالفعل وهالسلوك. وانت تدري 3 أشياء إذا ما تطيها للصلاة كل شيء ما تطيك. الصلاة بها عطاء، عطاءها متوقف على حركات من عندك. أولا تحترم وقتها، شفت إيش قد الكلام يؤذي. احنا قاعدين هسه أنا وياك في مجلس الحسين في أيام محرم الحرام، لو نتكلم ما ينفعنا ويأخذ بإيدنا، لو لا كل من يروح لأحسن. احترام وقت الصلاة. تدرون يا جماعة، سألوا الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا السؤال انطرح على الإمام الباقر عليه السلام، قالوا له: مولانا نريد نعرف شيعتكم، اعطينا علامات شيعتكم، احنا تختلط علينا الأمور، نريد نتعرف عليهم. قال لهم: لهم 3 علامات، الليلة خلنا ناخذ العلامة من 3. قال له: شنو يا ابن رسول؟ قال لهم: انظروا إليهم أوقات الصلاة، شيعتنا يحترمون وقت الصلاة. شوفوهم بوقت الصلاة منضبطين، هذولا شيعتنا. بعد انت احكم. إذا تحترم وقت الصلاة هذا جزء الأول. 2، أن تحترم مكان الصلاة. ترى سويتوها بلا ملح، كو جماعة عادي عدة قدام التلفزيون ويصلي، بس عاوز يلزم الريموند ويقلب بالقنوات، بس هاي وقت. كو شباب بس هاي مسوى، وناس بس هاي مسوى، يعني تيجي تلقاه لا ابن الحلال يريد يخشع، وينك وخشوع. وكو جماعة يصلون ويومهم 2 3 ماكو سالفة ما يحجوها، بحيث هو يشاركهم قلبا وقالبا. وتدري انت الصوت اكو بي شيء قهري، يسمع الانسان قهرا ويرى الاشياء قهرا. وانا وياك عندنا ضوابط واداب ومستحبات بالصلاه، اذا نسويها تخلينا نقطع شوط طيب. فمكان الصلاه اضافه الى وقت الصلاه. الصلاة تريدك تتقرب لك تحترمك، بس احترم وقتها واحترم مكانها. والثالثة اللي هن مسجلات خلل علينا، مؤاخذات علينا ذنب،
احنا مسجلينهن على انفسنا ان كنا منصفين. لباس الصلاة، لباس الصلاة، انك ماذا تلبس للصلاة؟ اكو احترام في الملبس لو لا؟ إذن إذا احترمت وقت الصلاة، مكان الصلاة، لباس الصلاة، قطعت شوطا طيبا. الصلاة راح تحترمك. خلي أنطيك إياها بمعنى لغوي شرعي ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أن الصلاة تقول، الصلاة تقول بهيئة الدعاء، إذا الإنسان احترمها وحفظها شو تقول؟ اللهم إن فلان حفظني فاحفظه. الصلاة تدعي لك بالحفظ، الحفظ مو بس من الأذى، لا، معنى واسع، معنى واسع. اللهم إن فلان حفظني فاحفظه. وإذا لا العكس، اللهم إن فلان ضيعني اللهم فضيعه. هذا ورد هكذا على أهل البيت. شوف هذا شو وقت إذا تفتهم المحور الثاني في المعادلة، اللي أنت تكون فعلا أفضل من الطير، أفضل من النملة، أفضل من الذبابة، أفضل من كثير من المخلوقات اللي ماخذ حصتها من الهداية وفاهم المعادلة، وتسير سيرا صحيحا في أين، من أين وفي أين. وإذا تمت هاتين يحصل المحور الثالث اللي هو الهدف والغاية والنتيجة. شنو من غاية الله عز وجل أعدها بعلمه وحكمته وعدله، اللي جاوب الإمام الصادق سلام الله عليه بسؤال ثالث، رحم الله امرؤ عرف من أين وفي أين وإلى أين. النتيجة التي غابت عن الكثير، الكثير من الناس يتعاملون مع الحياة ومع الدنيا ومع الناس اللا ارتحال، لا سفر، لا انتقال. مبين بعلاقته ويا المال ويا الجاه ويا الأشياء ويا الناس، لا يحسب أي حساب أن هناك آخرة وميزان وحساب. وصفه الله عز وجل بهذا الوصف، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان ذن المحاور الثلاثة إذا حصلهم هذا الخير كله. الإمام الصادق يقول رحم الله امرؤ، فهذا الكون تحكمه معادلة، فهمك لتلك المعادلة، النتيجة الطيبة التي تستقر في قلبك وروحك من وراء الانتماء لهذه المعادلة، أنك تعرف هذا الكون خاضع لقانون لا يقبل الخطأ، لا يقبل النقص، لا يقبل الخلل، وستنتهي هذه الحياة في ساعة من الساعات، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. هذا الضوء مو يخفت، يطفئ، تصير ظلمة. الآن لو نسوي تجربة حسية ونطفي الإنارة لدقيقة، أنا أقول لك أصلاً البعض يتضجور، يتلفت، يتحرك، يصير بحال من الأحوال. دقيقة واحدة إذا انطفأت الإنارة وضعه لا يستقر. الله عز وجل يقول الشمس تطفى، النجوم تطفى، كل شيء ينتهي. وبعد الكلمة اللي ما عرف الإنسان ليش ما يشغل فكرة بها، وإذا البحار
سجرت، البحر يتحول إلى تنور نار، تنور من النار. داخلين إلى بعض المطاعم وشوف المخبز مال الخبز مال اللحم مال الأكل، تنور من الماء. شوف الله شي يريد يقول لنا أنا وياك. خو يقول وإذا الغابات سجرت مثلا، حتى أنت ما تستغرب من الموضوع، فرشي طبيعي، الخشب يحترق، الوقود يحترق، الأرض تحترق. لا لا، ما قال الأرض تفجر نار، ما قال هاي المسائل اللي بها كيمياء وفيزياء لا لا. وإذا البحار، البحر يتحول إلى نار، شنو القضية؟ هذا من يمر على ذهنك ومن يمر على عقلك، هذا شلون يكون أمر طبيعي؟ شلون يكون أمر سهل؟ لذلك نرجع إلى النقطة الأولى حتى نعيش مع الآية جو طيب، أن الكون يحكمه قانون وأنت جزء من هذا القانون، بل أهم جزء، وهناك مطالبة، اهدنا دعاء، والدعاء مظهر حقيقي للافتقار إلى الله، ويثبت الطلب بهذا المضمون، اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ القرآن يتكلم عن الهداية في عشرات الآيات، لكن يقول هاي الهداية لازم تحسبها حساب. أولا أن يهديك الله لمعرفته. ليش؟ مو أنت مرة تعرف الله وتعرف وياه واي، مو بس الله، حطوا يا فد 100 و200، وهاي مشكلة البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعرف الله بس حاط له ويا الله واي، هذا اللي يرجع له، وهذا اللي يحلف بي، وهذا اللي يؤمن بي، وهذا اللي يخاف منه، وهذا اللي يمد إيده إله، وهذا اللي يفتقر إله، وهذا نقص نقص. فكنت تعرف الله عز وجل، بس شو تعرفه؟ تعرفه الخالق الرازق المحيي المميت المعيد، يعيدك، تعرفه بهالمبادئ، تعرفه هو اللي خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تعرف أنه هو الخالق، وتعرفه هو الرازق، وتعرفه هو المحي، وتعرفه هو المميت. خلطيك أهب مثال، بس أرجوك من الليلة خلي ميزان قدامك، هذا الموقف راح يخلينا على ميزان، نوزن أنفسنا. هشام ابن عبد الملك في الحرم المكي يوم من الأيام، وسمع واحد يناجي رب العالمين، يطلب من الله، شوي انتبه لي أرجوك، يطلب من الله عز وجل طلب بشدة، طلب بحقيقة، طلب بقداسة، يتكلم مع الله عز وجل. انزعج هشام ما قبل، باعتباره يشوف نفسه أمير ملك، يعني يقدر يقضي حوائج الناس، هاي عقدة عند الملوك والأمراء إنه أنا أقدر كل شيء أسوي، حالة مرضية وليست حالة صحية. فلما سمع يناجي رب العالمين ويطلب من الله قال لهم جيبوا لي، جابوا الهشام. قال له ماذا تريد يا أمير؟ قال له اطلب حاجتك مني، أنا أقضي لك، اطلب حاجتك. قال له أستحي. شوي أرجوك انتبه. قال له منين تستحي؟ قال له من الله. قال له ليش؟ قال له أستحي أن أطلب من غيره وأنا في بيته، ما أقدر، أنا ببيته وأطلب من غيره ما أقدر.
أفحم هشام. هشام ما عنده حجة بعد، سكت. مع احترامي إليك وللسامع يشاهد، هشام خبيث، ضمها إليه، خلاه يخلص طواف ويخلص صلاة يخلص أموره، طلع من المسجد قالهم جيبوا لي برا أريد أشوفه. جابوا إلى برا، قال له الآن اطلب حاجتك. قال له ليش؟ قال له مو أنت كنت في بيته فتستحي، الآن أنت خارج بيته اطلب حاجتك. قال له شو تريد تقضي لحاجة، من حوائج الدنيا لو من حوائج الآخرة؟ قال له خل آخرة ما أقدر أقضي لك واحدة من حوائج الدنيا. قال له لم أطلبها ممن يملكها، هل أطلبها ممن لا يملكها؟ أنا اللي يملكها ما طلبتها من عنده، أطلبها من اللي ما يملكها. فأفحم هشام مرة أخرى، تدري ليش؟ لأن هذا يعرف الله، أن الله هو الرزاق هو الخالق هو الحي هو القيوم الذي لا تأخذه، هذا يعرف الله. هو مو بس يعرف الله خالق الكون وبالصلاة ما يعرف الله، مو يعرف الله خالق الكون وبالآخرة ما يعرف الله، لا، معرفة تخلي الإنسان ينتمي فيتحرك. هنا من يقول اهدنا يريد شنو؟ يريد يعرف، يريد زيادة. خلنا نقرأ القرآن أنا وياك وش نفهم منه. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، في سورة طه. وقل ربي زدني، لأن أنت لازم تعترف يا بني آدم يحيط بك الجهل والنقص والخلل من كل جهة، من كل جهة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام نصف العلم، نصف العلم قولك لا أدري، نصف العلم تقول ما أدري، هذا إلك زين. نصف العلم قولك لا أدري، وهذه قضية كن تعيشها واقعا، لأن أنت إذا تقول أنا عندي علم، أنا عندي مال، أنا عندي جاه، هذا يمنعك من الحركة باتجاه الله عز وجل. بس إذا تقول أنا جاهل، أنا فقير، أنا معوز، هذا يدافع محرك يحركك أكثر. صلي صلاة وأنت تقول أنا أصلي، أنا أصلي ترى، بس صلي وقل له ربي ترى أنا مو خوش آدمي، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا شلون تقبلني بهاي أعمالي؟ راح أشوف صلاتك إلها طابع آخر، إلها لون آخر، إلها طعم آخر، إلها حركة أخرى. دروح شوف المعصوم، هل تسمع منه أو تقرأ عنه غير أنه المقصر؟ تقصيري، إسرافي، ذنوبي، أخطائي. فلذا لما تقول اهدنا طلب ودعاء وفيه مضمون، اهدنا لمعرفتك، خل أعرفك يا ربي، ومن أعرفك لا أقدر أتحرك. خل أنطيك هذا الحديث عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أهم الأحاديث في المعرفة والعبادة. علماءنا يحترمون هذا الحديث، ينقلوه بسند وينقلوه باهتمام. الإمام الحسين يمطينا به محور مهم. يقول أبو عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى ما خلق الناس إلا ليعرفوه. هسه شفت اهدنا ويا المعادلة، أنه زيد المعرفة ويقول ربي زدني علما. ما خلق الناس إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. بعد ماكو هواي قدامه بس الله، قل هو الله. مثل هذا اللي دخل وصار للحوار ويا هشام، من صار للحوار ويا هشام بعد هشام ما قدر له. ليش؟ لأن هذا بمن مرتبط بالله تبارك وتعالى، مرتبط بالمبدأ الحقيقي، رحم الله امرؤ عرف من اين. فمن تقول اهدنا زيدنا المعرفة،
زيدنا التوجه. اجى واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا جايك بثلاث قضايا. سبحانك رب قبل الناس خوش أوادم لا تزعل من الحق أرجوك أنت قاعد بمجلس الحسين وتحت المنبر المنبر ما عدا شيء وياك شخصي اسمع النقد واسمع المدح واسمع الذم واسمع كل شيء سجله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. شوف كان يجي هذا البدوي الأعرابي قاطع مسافة أشهر أكو بيهم أشهر يجي يسأل النبي سؤال ويروح سؤال وهسه تقلب لك كلمية تريدهم يسأل لك فرد واحد سؤال بفهم بعلم بحركة بمحاورة بفرد شي ينفع كله إيش قال وإيش قال وإيش جاب وإيش نزل وإيش عندك جديد وكله فرد شيء يحرك العقل يحرك الذهنية يحرك الواقعية العقائدية يحرك الموقف الإيماني بداخل الإنسان حتى يشعر واحد أكو مسؤولية في السؤال والجواب. مو ندع إحنا أهل علم بس الواقع يحكم إنه ماكو أسئلة تحرك الأذهان وتحرك العقول وتحرك القلوب وتحرك تتحسرك فرد واحد يكون يسأل يابا شلون أخشع بصلاتي شلون أحافظ على صلاة الفجر مثلا شلون أحافظ على بر الوالدين شلون أحافظ على لقمة الحلال شلون أحافظ على الثبات على الدين شلون أتحرك حركة محورية بهالقانون هذا الإلهي اهدنا الصراط المستقيم. أسئلة تحرك إجا للنبي سئلة ثلاث أسئلة النبي ختم لفرد ختم ممتاز مشى كل حياة. قال لي يا رسول الله شلون أعرف ربي أريد أعرف الله خو الله موجود خالق الكون خالق السماوات والأرض الشمس والقمر الفطرة والعقل بس السؤال جميل كيف أعرف ربي؟ قال له أعرف نفسك أعرف نفسك تعرف ربك. كلام موجود في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني أضرب لك يا بمثال إذا تعرف اللغة العربية وقواعد اللغة العربية تقدر تقرأ قرآن بس إذا تنصب الفاعل وترفع المفعول به وتجر الفعل وتجزم الاسم وين راح تقرأ قرآن؟ ماكو. بعضهم يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء يقرأ وهي مفعول به مقدم إنما يخشى الله من عباده العلماء مفعول به مقدم وهذا تقديم وتأخير موجود في البلاغة ومن اختصاصات اللغة العربية. اعرف اللغة العربية تعرف تقرأ القرآن. إذا ما عندك لغة عربية تقرأ قرآن؟ لا. اعرف نفسك تعرف ربك. يوم الجوع يوم تشبع يوم صاحي يوم مريض يوم تعبان يوم نشيط. هاي القوة شنو الفوقاك المتسلطة عليك التتحكم بيك بأمور تسيرك نوما جوعا شبعا مرضا. هاي الفوقاك اعرف نفسك تعرف ربك. هذا السؤال الأول. إعرابي لا مخلص أكاديمي ولا دارس يمنى ويسرى ولا يتفلسف ولا يعوج بحلقة من يحكي رجال بسيط جواد تراب وفوق السعف. كيف أعرف ربي؟ تدري ليش؟ ما اجل اي كان اجل النبي قال له يا رسول الله انا اذا اعرف نفسي اعرف ربي. قال له إيه؟ قال له زين كيف اطيع ربي؟ كيف اطيع ربي؟ قال له اعصي نفسك. هاي نفسك بها هوى الهوى يأمرك باوامر تتعارض ويا الاوامر الالهيه مثل الغيبه تحب تاخذ غيبه الاخرين لين راح نفسك راحة لهواك أن تتكلم على الآخرين
وهو عيب في شخصية الإنسان. وتقدر تقول اللي ياخذ غيبة جبان بمعنى الكلمة، مو شجاع، جبان، لأن خلف الكواليس لو زلمة وخخيته وحوك خلي يجي وجهه لوجه، ما يدبرها ما يدبرها. فمن جبنة وعجزة، حتى هذا كلام مو من الجيب ترها، هذا مو من الجيب، ما قاطعين مسافة نحكي حكي من الجيب، لا لا الظن هاي الظنون. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الغيبة جهد العاجز، جهد العاجز الغيبة، الغيبة جهد العاجز، ماكو حل عنده، كسل عجز خليه ياخذ غيبة، وإلا الغيبة تحقيق لأهداف وأوامر الهوى. وانت تقرأ القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه، بعد مو الله الإله، الهوى الإله. فالغيبة استجابة للهوى، شفت؟ إذن كيف أعرف ربي؟ أعرف نفسك. كيف أطيع ربي؟ أعصي نفسك. السؤال الثالث بس ما الناس واصلين، مو ما الناس يريد شربة الدين شلون ما كان، والصلاة شلون ما كان، والحلال والحرام بكيف، لا الله الرحمن الرحيم يختص برحمته من يشاء، اللي هي التوفيق الإلهي، يوفق الله للطاعة، يبعد عن المعصية. المعصية توصل يمه، بجيب المعصية، ببيت المعصية، في داير ما داير بمحيط المعصية وما يعصي. تدري ليش؟ لأن الله حارسه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، الله حامين، ما تصير للمعصية. تشوف الطاعة هي وين يطلع، طاعة يمشي، طاعة حتى على تعبيرنا الدارج البسيط انه هذا امه داعيت له، الله راضي عليه لان امه وابوه راضين عنه. فالقرآن لما يقول لنا اهدنا الصراط المستقيم، ونحن نؤمن ونعرف الصراط المستقيم ونعبد الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، نطلب المعرفة الزيادة، نطلب التوفيق الإلهي، نطلب الثبات، لأن الإنسان يتزلزل، الإنسان لا يستقر. غدا بإذن الله نتكلم عن أهم مشكلتين في حياة الإنسان، وخصوصا في خط الدين والإيمان، مشكلتين معقدتين. اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم. ليش؟ لأن هواي آيات تقول يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، الله عز وجل يتحسس من الإنسان أشياء مصداقيته، حبه، أخلاقه، نواياه، قل كل يعمل على شاكلته. عمر بن سعد 9 ليالي 8 ليالي يحاور الإمام الحسين في قضايا، والحسين يفند له الأمور واحدة واحدة. وشنو شي خاف من عنده؟ الإمام الحسين مطابي أمانا. وشنو كان قلق من عنده؟ الحسين مطابي استقرار واطمئنان. يوم 10 من محرم الصبح، عمر بن سعد قال للصاحب الراية تقدم، تقدم صاحب الراية، وراح نشوف يوم 9 إن شاء الله في تلك الليلة، يجمعنا الله وإياك،
راح نشوف أن عمر بن سعد كان عجولا في أن تكون المعركة في التاسع من محرم وليس العاشر. جد كان عجول ومستعجل. قال للصاحب الراية تقدم، لما تقدم صاحب الراية شنو قال له؟ حط السهم في كبد القوس وقال اشهدوا لي عند الأمير إني أول من ضربت الحسين. كان يتنافس، يتنافس على شنو؟ حتى السلطة ترضى عليه، حتى الدولة تقول له عفية، تزيد له التقاعد وتسوي له راتب زين، تنطي مخصصات. هذا كان يرضي السلطان، كان يرضي الحكومة الظالمة. اشهدوا لي عند الأمير إني أول من ضربت الحسين. هذه نيته، هذا نيته. زين عمر بن سعد روح اقرأ تاريخه، يصلي ويصوم ويحج ويزكي، أعماله كلها يسويه. كان يذهب للحج، مو قبل شوية لقينا هشام بمكة، مو هم هشام كان رايح المكة الأولى، هم يروح المكة ويحج. كان يذهب إلى الحج ويفعل، ولكن لا ثبات، فإهدنا كان يقولها لقلقت لسان، لم ينتفع منها شيء، لم يتحسسها، لم يستشارها. وفرد شاب عمره 19 سنة عايش بالبصرة، سمع الحسين رفض بيعة يزيد وغادر المدينة، شد رحاله وترك زوجته وترك أمه، ويجد بالسير شهرا كاملا، شهر كامل يجد بالسير، إلى أن وصل يوم العاشر من محرم بعد الظهر، أصحاب الحسين قتل، أهل بيت قتل، حتى رضيعه قتل. ووصل للحسين، اقرأ أرباب المقاتل ماذا يقولون؟ يقولون الحسين كان لوحده مفردا بين العدا، ولكن كان يتلفت يمينا وشمالا. ليش؟ كأنه منتظر لأحد. لما رأى الفارس أقبل عليه من بعيد صاح سعد هذا؟ قال فداك أمي وأبي يا أبا عبد الله. الذي بينه وبين الحسين مسافة قريبة، يراه، يسمعه، يشوف كل الأحداث اللي حوله، لم يهتز قلبه. اقرأ المقتل زين مال الإمام الحسين، الخيل تدوس على صدر الحسين، وعمر بن سعد دموعه بلت لحيته ويدير وجهه، ما فعل شيء، ما فعل شيء. أنا وياك بعد 1390 سنة تقريبا قرينا قبل شوية، يا ريت قبل ضلوعه نربة ضلوع، هيك قرينا أنا، ومن قبل خدة عفرت مني الخد. النية التي تحملها الله عز وجل يعاملك عليها. فالليلة نسأل الله بمصيبة الحسين أن يرزقنا الثبات، الثبات. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الليلة المن نسولف، شو نشرح؟ بعد خلص انتهى وقت الموعظة والكلام، نغادر إلى كربلاء، أريد نسولف الأمير المؤمنين، نسولف العلي بن أبي طالب. بس شو نقول له؟ نقول له مثل ما قال حج معين السباك رحمة الله عليه،
على ابن النجف ابن أمير المؤمنين. أنده ورد وجه دايل عند المرتضى حدار واحكي إليه على هضم الطواف يسمع هالحكي يقدر أرد أحكي على هضم الطاف وريد المرتضى يسمع وقل له عقب عين حسين العسكر عالفواطم داع إذا يقولوا لك واحد دفع الباب على أهلك شو يسوي بشرفك بغيرتك أحلفك بشرفه إذا واحد قال لك دفع الباب على أهلك دفع الباب يجدفره وطبع عليهم شو يسوي أنده ورد وجه دايل عند المرتضى حدار واحكي إلى على هضم الطواف يسمع هالحكي يقدر أرد أحكي على هضم الطف وريد المرتضى يسمع وقل له عقب عين حسين العسكر عالفواطم دع وبعد ومن بين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع ومن بين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع افتح قلبك إذا ما تفتح قلبك ترى ما تطلع الدمعة من جوه خلي نطلعها ليلة من جوه وداحتك نربح تسمع لزين وافتح قلبك تصيح وتصفج الكفين يا أهل الله الطريق مني أريد أوصل لأخوي حسين أريد أوصل لأخوي حسين وأخذ معصبي بيدي وقل له راحن الخدار أخواتك راحن أبو علي أقل له راحن الخدار أخوي وأنتظر شي يقول وقل لجيتك وخليت على خيمك الخيل تجول ويقوم إن شاء الله وياي أخوي الجان مو مجتول اسمع زين يا حيدر هاي حالتها غريبة وفاجد أخوتها تقوم وتقع وتنده احضر يا علي احضر احضر يا علي احضر ولا هاشم اللي يسمعها اعلى اخوها تنشد العدوان زحمة الخدر يمنعها تالي اي تالي 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 توجهت للتال وجمر الحزن يدفع مشيت مشت زينب على كل حال على كل حال ولو ما كانت على البال صاحت هاي ما تنشال كلفة طلعتي كلفة يا ابويا منين هالعسكر الحكي الراد لفهم مشت زينب تريد التال والعيون العدا بانت دقق بالكلام امشي عليك الحسين مشت زينب تريد التال والعيون العدا بانت
عليها قلوبهم لانت وعليها هاي ما هانت. ليش؟ زينب واقفة على التل هاي ببال منشار. زينب واقفة على التل هاي ببال من كانت كل ساعة تقع وتقوم على مصرع وليها تحوم والولي نصيب الشوم هاي أم الخدر والعزب الوديان تتعثر. راح أقرأ لك بيت بقضاء حاجة تقرأ ورا وياي وأقرأ لك بيت ختاما. دورت دورت طلعت أول ليلة أول ليلة يا الله يا الله. إي والله دورت دورت طلعت الولينة دورت. طلعوها شباب هاي العبرة هاي العبرة تبيض وجه والله. إي والله دورت ومطروح بالحوم لقيت. والله وعاد بيته وعاد بيته المثلك شلون يعوف بيت. أنا جيتك يا أخويا فاجد الراي والله فاجد الراي ومن الخوف هل تتراجع في عظام. انا جيت وعلي اعداك تأمي يقولون هاي ام الخدر هاي ام الخدر هاي هاي اخت الذبيح الماء شرب ماء. ابداعة الحسين اقرا وياي حتى أكو بيت نقرأ أنا وياك ونهدي لأبنائنا المقاتلين الأبطال. ها اقرأ وياي هذا البيت ورا بيت بقضاء حاجة. يلا شباب كلكم اقرأ وياي. اي والله وتقربت لي وتقربت لي سمعت يا وين وتقربت لي ولقيت الولي متوسد ايديه ولقيت 1900 جرح ما هو جرح واحد وداوي اشد يا جرح يا جرح خلي قل اخويا كل جرح بعضاي عوفي والله عوفيه بس جرح اللي بقلبي عينك علي يا زينب وبهداي يا زينب دشتي. هذا بيت لقضاء الحاجة ونهدي الأبناء أن المقاتلين الأبطال. تقول ونذكرت عز ودلال خويا شحال الغريبة بدون والي. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله عجل لوليك الفرج اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة
اللهم يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا، فرج عنا يا الله شافي كل مريض من أوصانا بالدعاء، المحرومين من الذرية فرح قلوبهم بحق عيال الحسين، من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد، ارفع يدك وياي بالدعاء، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، انصر أبناءنا المقاتلين نصرا عزيزا، اطلبوا حوائجكم، نسألكم الدعاء لنا ولوالدينا، يوفق الساعين والمؤسسين. خلونا الليلة نشارك بالعزاء إن شاء الله تعالى. استقبلوا خادم الحسين الرادود ملا حيدر بالصلوات ثلاثا وبأعلى أصواتكم. إن قطعتني في الحب إربا لما